السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أرحب بكم جميعا وأرحب بالفريق الرائع اللي فاز بجائزة رفعت الجادرجي، وطبعا دكتور رفعت من الناس الممتازين جدا. وأحب أرحب بالمهندس علي خالد عليوة، والمهندس مصطفى أحمد زكريا، والمهندس شريف خالد عبد الخالق، والباشمهندس ابتسام محمد أحمد الجزاوي، ومهندسة هدى عصام عبد المولى. عاملين مشروع رائع الصراحة. المشروع بينتصر للإنسان وللطبيعة، مش بينتصر للسيارات أو للكباري أو للحاجات الصناعية. بينتصر إن يبقى في مكان مخصص للإنسان هو يمشي فيه أو يعبر من خلاله نهر النيل، ويمكن حاجة جميلة جدا وحاجة رائعة. وان احنا نهتم بالتجارب ديت، وان احنا نحافظ على ثقافة المجتمع، وان احنا نهتم بان يبقى فيه ازالة للعوائق البصرية. وحاجة جميلة جدا ان احنا نقدر نشوف المتحف المصري وبرج القاهرة، وان احنا يبقى فيه تيسير للناس، تبقى العمارة تخدم الناس في حياتهم اليومية مش بتصعب عليهم. فانا هكون سعيد جدا بالاستماع والتعلم منكم ان شاء الله. فاتمنى حضرتك تتفضل، و جزيل الشكر ليكم، ومحاضرة موفقة إن شاء الله. ألف شكر. شكرا مهندس عمر، شكرا لحضرتك. احنا هنبدأ مع بعض دلوقتي نتكلم عن المشروع الفائز بجائزة رفعت الجادرجي 2020. ويمكن زي ما تفضل كده مهندس عمر وقدمنا، نبدأ على طول نتكلم عن المشروع بتاعنا ابتدى ازاي، ابتدينا ازاي الفكرة، ابتدينا ازاي التجربة. ويمكن البداية كانت بطرح مؤسسة تميز لموضوع المسابقة. زي ما احنا شفنا كده كلنا، مع بداية عام 2020 تم طرح المسابقة، مسابقة دولية، مسابقة رفعت الجادرجي. ويمكن السنة دي أول مرة يختاروا التحدي إن هو يكون على أرض مصرية، واختاروا قطعة أرض. هي قطعة أرض مميزة جدا، بتقع في قلب مدينة القاهرة. اللي كان مطلوب في المسابقة الآتي: عمل جسر مشاة حي بيربط ضفدي النيل، ويمكن ده اللي هنستعرضه بالتفصيل دلوقتي مع بعض. يمكن ده كان موقع المقترح للمسابقة والمحدد لينا، وكان مطلوب يمكن طبعا جسر المشاة هيبقى ليه 2 بوينتس، نقطة بتنطلق من الضفة الشرقية ونقطة تانية عند الضفة الغربية للنيل. يمكن لو بصينا على أرض المشروع هنلاقي إن هي يمكن سنتر القاهرة، في مركز القاهرة. لو بصينا الجهة الشمالية بتاعتها بيحدها من الشمال كوبري أكتوبر، كوبري السادس من أكتوبر، وهو من أكبر الكباري اللي موجودة في القاهرة وأفريقيا بشكل عام، كباري المركبات. وفي تحت في الجنوب كوبري قصر النيل. الجهة الشرقية لو هنتكلم عنها هنلاقي فيها معالم مميزة جدا، يمكن أبرزها المتحف المصري، وطبعا في أرض فاضية اللي هي أرض الحزب الوطني الديمقراطي السابق. في فوق في الشمال الشرق هنلاقي طبعا كوبري اكتوبر بنزلاته المتعددة، وهنلاقي موقف عبد المنعم رياض، وده من أكبر المواقف الأتوبيسات والميكروباصات اللي موجودة في القاهرة. هنلاقي طبعا جنب الأرض المخصصة للمشروع في عندنا فندق ناير ريدز. في بعد كده لو نزلنا تحت شوية هنلاقي ميدان التحرير. لو على الضفة الغربية، لو هنتكلم عنها بشكل سريع كده، هنلاقي إن الضفة الغربية بتاعتنا فيها مجموعة من الحدائق المميزة زي حديقة المسلة اللي هي مطلوب فيها إن تبقى النازلة الثانية للجسر، بالإضافة إلى حديقة الزهرية، وامتداد طبعا شارع البرج فيه برج القاهرة، معلم أساسي مهم من معالم القاهرة. الجسر نفسه بيعدي على النيل في منطقة مهمة في وسط القاهرة. يمكن ده التحدي اللي طرحته مؤسسة تميز. ويمكن بداية التحدي دوت طبعا كفريق
ابتدينا نفكر ان التشالنج عشان نقدر نوصل لحلول احنا لازم نتعرض للموقع بتفاصيله، محتاجين ان احنا ننزل اكتر من زياره للسايت علشان نبتدي نشوف ايه المشاكل وايه الفرص والتحديات اللي موجوده. فيمكن بدايه كده هنلاقي مثلا ان كوبري زي كوبري قصر النيل هو في الوضع الحالي هو جسر للمركبات يصل ميدان التحرير بمنطقه بالضفه الثانيه الغربيه عند الاوبرا، وهنلاقي ان حركه المركبات هي اللي بتغلب عليه دلوقتي، ويمكن هو ده المتنفس الوحيد او في المنطقه اللي بيستغل في بعض اجزاءه للمشاة عن طريق الرصيف الضيق اللي موجود. هنلاقي طبعا في الرصيف الضيق اللي احنا بنتكلم عنه الناس بتحاول ان هي تمارس، بتلاقي متنفس ليها، بتحاول ان هي تحول الهياكل الخرسانيه لعنصر ما في حياه بتتفاعل معاه بالقدر المتاح رغم ان هو غير مهيئ لده. هنلاقي طبعا تجمعات، هنلاقي ناس بتقف وتتصور، ناس بتحاول ان هي تشوف النيل. طبعا المكان مش مخصص لده، لكن الناس بتحاول ان هي تري ادابت وتتفاعل مع الوضع القائم. هنلاقي طبعا البياعين، هنلاقي الترابيزات والكراسي، طبعا هنلاقي ان في كروس سيركيليشن في المنطقه. المكان هو مش واضح هل هو مخصص للمشاة، مخصص للأعاد، الناس بتحاول ان هي تلاقي نفسها في المكان، البياعين، الباعة الجائلين، كل دي كانت تحديات موجوده في المنطقه. بقى منظر عادي جدا ان احنا نشوف سواء على كوبري اكتوبر او على كوبري قصر النيل الناس بتحاول تقف وتصطاد. بنشوف مشاهد زي ممكن نلاقي عرايس نازلين من عربيه وبيحاولوا ان هم يتصوروا مع النيل. كل دي تصرفات عفويه تلقائيه من سكان القاهره، ورد فعل طبيعي لعدم وجود مكان بيلبي احتياجاتهم الانسانيه والاجتماعيه. فالحقيقه بتحاول ان هي توجد لنفسها اللحظه ديت بطريقتها حتى لو كان مكان مش معد او مش مهيئ لده. فدي يمكن اهم الملاحظات، اللي موجوده. يمكن زي ما احنا شايفين كده حركه المركبات هي اللي بتغلب على القاهره في هذه المنطقه، والناس هي اللي بتحاول تلاقي نفسها مكان ان هي تمارس انشطتها الاجتماعيه. لو بصينا بصه من فوق شويه على القاهره، يمكن على المنطقه المخصصه للمشروع ده، الركن الشمالي الشرقي اللي اتكلمنا عنه واحنا بنتكلم عن السايت، نزلات كوبري اكتوبر المتوحشه وحركه المركبات المسيطره جدا على القاهره في المنطقه دي. يمكن المكان كله تحول الى غابه اسمنتيه وغابه للسيارات. هنلاقي طبعا هنا مواقف الاتوبيسات ومواقف الميكروباص. في كل اللي احنا شايفينه ده الناس بتحاول ان هي تلاقي نفسها مكان ان هي تتحرك، بس طبعا الوضع مش مساعد على ده. الصوره دي برده من فوق هيلتون رمسيس، مبينه ارض المشروع، هي الارض اللي انا بشاور عليها هنا، وادي كوبري اكتوبر وادي كوبري قصر النيل، جسر المشاة المتنفس يفترض ان هو يبقى في مكان ما هنا. طبعا دي استكمالا للوضع القائم ومحاولات الناس لاستغلال المكان. ومن هنا كان التحدي اللي طرحته مؤسسة تميز، وكان مطلوب فيه جسر مشاة يحتوي على أنشطة إنسانية وأنشطة ثقافية، وبيربط ما بين ضفتي النيل وده الموقع المتاح. ويمكن كمان من ضمن فكرة المسابقة أن يتم استغلال ضفتي النيل، تحديدا منطقة أرض الحزب الوطني الديمقراطي السابق، دي ضمن نطاق تأثير المسابقة، ده في الضفة الشرقية. أما في الضفة الغربية حديقة المسلة هي مكان وجود النقطة الثانية من الجسر، فدي برضو داخلة ضمن التصميم. لكن المطلوب فيهم الضفتين مطلوبين بشكل جنرال استراتيجي، بشكل تصميم عام،
ويمكن اللي هيتم دراسته بالتفصيل وفقا لمتطلبات المسابقه هي الجسر نفسه اللي موجود على النيل، واللي مطلوب من ضمن خصائصه المطلوبه ان هو يكون حي في انشطه انسانيه بتلبي احتياجات المنطقه واحتياجات القاهره. فمن هنا كانت بدايه التحدي، وكان التركيز فيها على الجسر نفسه والتعامل مع العمران القائم. هنا ابتدينا نحط الرؤيه اللي بناء عليها نشتغل على المشروع. يمكن القاهره دلوقتي في وضعها الحالي بتعاني من قله نسبه المسطحات الخضراء بالنسبه للفرد، النسبه دي اقل بكثير من النسبه العالميه اللي وضعتها منظمه الصحه العالميه. فمن ضمن اهدافنا في المشروع ده ان احنا نرتقي بالنسبه ديت، وان احنا بشكل عام نحسن من جوده الحياه في القاهره. طبعا من ضمن البنود الاساسيه في تحسين جوده الحياه هي وجود مسارات امنه للمشاة وربط العمراني ما بين كل جوانب المدينه بشكل امن لحركه المشاة. علشان نقدر نوصل للفيجن دي كان لزاما علينا ان احنا نحلل السايت بشكل تفصيلي. وبدايه كده هنلاقي ان في معلمين اساسيين من معالم القاهره هم اللي بيتصدروا المشهد او اللي ليهم اهميه كبرى في المنطقه دي، على الضفه الشرقيه في المتحف المصري، وعلى الضفه الغربيه في برج القاهره. لو هنتكلم بالتفصيل كده عن كل ضفه من الضفتين، وهنبدا كلامنا عن الضفه الشرقيه للنيل نحللها بشكل تفصيلي. طبعا هنا واضح بالنسبه لنا المتحف المصري وعلاقته بالارض المقترحه للمشروع المعمول عليها هايلايت، وفي عندنا شارع من ضمن الفرص اللي موجوده عندنا زي ما احنا شايفين هنا في شارع وسيم حسن اللي بيمر قصاد متحف المصري. وفي الوضع الحالي وفي الوقت اللي احنا زرنا فيه الموقع لقينا ان الشارع ده في وضعه الحالي هو بيستخدم لحركه مشاة، هو الشارع مقفول دلوقتي ومفيش اكسسبيليتي للسيارات ان هي تدخل، فده الوضع القائم. وفي هنا الحديقه المتحفيه الضئيله اللي قصاد المتحف المصري، علما طبعا ان برضه من الفرص اللي عندنا اللي موجوده ان المتحف المصري نفسه البدروم بتاعه احنا عارفين ان فيه كثير من الاثار الغير معروضه، ودي برضه فرصه ان المتحف محتاج حديقه متحفيه ان هي تمتد علشان يبقى فيه فرصه لعرض المزيد من الاثار. يمكن الصوره ديت من فوق برج القاهره بتوضح الوضع القائم والمكان اللي اقترحته مؤسسه التميز لعمل جسر المشاة. بداية كده لتحليل الضفة الشرقية هنلاقي طبعا المتحف المصري، ولو هنذكر المتحف المصري لازم نذكر علاقته التاريخية بالنيل. يمكن المتحف ده تم تأسيسه وتم إقامته سنة 1902، وكان اختيار الموقع كان مرتبط ارتباط وثيق بالنيل منذ إنشاؤه. يمكن لما كانوا بيلاقوا اثار في الاقصر واسوان كان بيتم شحنها من خلال مراكب ويتعمل مواكب ملكيه، وكان الارض الفاضيه حاليا اللي هي ارض الحزب الوطني الديمقراطي سابقا كانت بتستغل كمكان اقامه الاحتفالات و اقامه احتفالات بايجاد الاثار اللي بيتم وجودها. يعني يمكن هنلاقي برضو ان في الموقع هنا في بعض التحديات اللي موجوده وهي الخاصه بحركه المركبات اللي اتكلمنا عنها. هنلاقي ان كل الجزء الشمالي ده مكدس بالسيارات بشكل كبير. الووتر فرونت نفسها الواجهه اللي على النيل هي مخصصه بالكامل للسيارات بسبب كورنيش النيل، شارع كورنيش ونزل كوبري اكتوبر اللي هنا. فدي برضو من ضمن التحديات ان الارض دي هي مفصوله عن النيل وفي حاجز وفاصل ما بينهم وبين بعض. طبعا احنا عايزين نعيد برضو العلاقه التاريخيه اللي موجوده ما بين المتحف
والنيل وارتباطه الوسيط بالنيل زي ما اتكلمنا قبل كده. هنبص صور عن قرب اكتر هتوضح لنا المشكله السالف ذكرها. هنلاقي ان هنا في نزله من نزلات كوبري اكتوبر نازله قصاد المتحف المصري، فبتمثل عائق بصري ومادي ما بين المتحف والنيل وبين الارض والنيل. هنلاقي ان الووتر فرونت هي في وضعها الحالي زي ما احنا شايفين كده، هنبتدي يبقى في تساؤل، هل الووتر فرونت الواجهه المائيه هل هي حق من اجل المركبات ولا المشاه؟ في الوضع الحالي هنلاقي ان مسطح معظم مخصص للمركبات، ومجرد ادج ضئيل جدا لا يتعدى من 3 ل 5 متر ضيق على النيل، هو ده المتنفس الوحيد اللي الناس بتقدر تلمس فيه النيل، لكن الاولويه في الوضع الحالي هي للمركبات. الصوره دي من قدام نزلة كوبري اكتوبر، وطبعا المتحف مفروض ان هو مكانه هنا، لكن في حاجز بصري وحاجز مادي اللي هو الكوبري زي ما احنا شايفين كده، فده برضو من ضمن التحديات. هنلاقي برضو من ضمن الفرص اللي موجودة ان في فرق منسوب كبير ما بين طريق الكورنيش وبين ممشى اهل مصر والمسار المخصص للمشاة هنا. هلاقي ان الفرق المنسوب ده نتج عن ان انا لو نزلت الفرق المنسوب هلاقي ان المتحف المصري غير مرئي من المنطقه ديت، رغم ان هو المفروض مكانه وراء الحائط ده، فبرضه وجود فرق المنسوب هو في الوضع الحالي غير مستغل بشكل يبرز معالم القاهره ويوصلها بالنيل زي ما احنا شايفين كده ورا الشجره ديت والحيطه دي مفروض المتحف المصري. لو فضلنا نكمل مشي في شارع الكورنيش وادي فندق النايل ريدز والمتحف على ايد الشمال هنا، لو فضلت ماشي هنلاقي برضو من ضمن الفرص اللي موجوده ان طريق الكورنيش نفسه يبتدي السلوب او الميل بتاعه ينزل تدريجي علشان يعدي من تحت كوبري قصر النيل، ودي هتبان بشكل تفصيلي في الصوره ديت. الصوره دي من فوق كوبري قصر النيل، وهنا باين ان الشارع بتاع الكورنيش اصلا بيبتدي يتحول الى نفق عشان يعدي من تحت كوبري قصر النيل، فاوريدي في نفق في المنطقه دي. وادي فرق المنسوب اللي ما بين شارع المخصص للسيارات وما بين حركه المشاة اللي اتكلمنا عنه. القطاع ده يفضل مستمر تقريبا بنفس فروق المنسوب دي بطول المنطقه المخصصه للمشاة. برضو من الحاجات اللي وجدناها من خلال دراسة السايت وجود، ويمكن دي باينة شوية هنا في حديقة المتحف المصري الصغيرة، هنلاقي فيه مقبرة ميرت، دي موجودة برضو معلم من المعالم اللي موجودة في المنطقة كده. هنتكلم دلوقتي عن الضفة الغربية للنيل اللي يمكن أهم ما يميزها برج القاهرة. هنلاقي في الوضع الحالي يمكن الارض المخصصه لينا كمنزل للكوبري هي حديقه المسله، وفي عندنا شارع البرج اللي بيوصل ببرج القاهره. الشارع ده الامتداد بتاعه لو خدنا اكستنشن لاين كده هو بنفس، يعني هو تكملته الناحيه الثانيه هي شارع وسيم حسن اللي اتكلمنا عنه من شويه، ودي حديقه المسله هنتكلم عنها بالتفصيل. الصورة دي برضو من فوق برج القاهرة، ويمكن الحديقة ديت كان فيها فعلا بالفعل مسلة، وده سبب التسمية. في الوضع الحالي من خلال الزيارات اللي قمنا للموقع فيها لقينا ان المسلة دي حاليا مش موجودة، ويمكن الصورة ديت كان الحديقة كان وضعها افضل من دلوقتي كتير، دي صورة قديمة، لكن الوضع الحالي الحديقة حالتها يعني حالتها شوية أقل كتير من الوضع ده. هنلاقي برضو إن لو رجعنا نبص كده على خريطة من فوق هنلاقي إن حديقة المسلة نفسها في ظهرها شارع، وفي نزلة برضو من نزلات كوبري أكتوبر نزلة في ظهرها، ورغم قرب الحديقة الشديد من النيل دي برضو حاجة هنبتدي نتعرض لها، إن هي في معظمها هي مش شايفة النيل، لان في برضه مسافه كبيره بينها وبين النيل
مخليه الرؤيه من هناك صعبه، وكمان الارتفاعات بتاعتها مانعة الكلام ده. طبعا ده شارع البرج اللي في نهايته برج القاهره، وفي وضعه الحالي طبعا ده مكان محبب للمشاه حاليا، خصوصا ان في قبل برج القاهره على طول في شجره تاريخيه موجوده، معلم برضو الناس بتحب ان هي تتصور جنبه. وعلى يميني وشمالي طبعا حديقه الزهريه بعد حديقه المسله، الحدائق اللي فيها اشجار تاريخيه نادره. ده نزله كوبري اكتوبر اللي في ظهر حديقه المسله، وطبعا بيبان بقى عيوب بقى الجسور بتاعه المركبات لو ما اتحلتش صح، ان بتخلق اربن فويدز تحتها غير مستغله، بتبقى يا اما مكان مهمل او مكان للمخلفات او يعني احتمالات كتيره جدا. ويمكن ده الحقيقه ان في اسفل كباري ثانيه في القاهره بيبقى وضعها اسوأ من كده، فدي تعتبر حالتها جيده مقارنه بالجسور الاخرى يعني. نيجي بقى للوضع القائم لحديقه المسله. ده الوضع القائم لو هنتكلم على حاله السوفت سكيب، زي ما انتم شايفين الشجر فيه كتير منه مهمل ومتقطع وتبلان. بالنسبه للهارد سكيب طبعا الوضع الصوره بتشرح نفسها، الحديقه بتتعرض لاهمال شديد جدا. الصوره دي من حدود الحديقه وقربها من النيل باين برضو التردي العام في الحديقه والاهمال. ده الصوره دي صوره متصوره بتاريخ 22 فبراير من العام الماضي، وباين فيها ان المسله نفسها مش موجوده. وطبعا في ظهر المسله هو المتحف، مكان المتحف المصري. هنلاقي برضو ملاحظه تانية ان في اي مكان في الحديقه انا مش شايف النيل رغم قرب النيل مني، دي برضو نقطه مهم ناخدها في الاعتبار. طبعا ده مكان بعض التماثيل اللي كانت موجوده اللي كانت بتزين الحديقه في وضعها الحالي زي ما انتم شايفين. ده يمكن النقطه الوحيده اللي من خلالها بنقدر نشوف النيل على في الحديقه، النقطه دي بالظبط هي فوق لو طلعنا شويه السلالم دول وطلعنا مكان المسله القديم، هي دي النقطه الوحيده اللي شايفه النيل بسبب ارتفاعها، دي الوحيده اللي شايفه النيل بشكل واضح، انما بقيه الحديقه ما بتشوفش النيل. دي صوره ثانيه برضو بتوضح الارض اللي المفروض يقام عليها نزله الكوبري الثانيه بتاعتنا، دي برضو صوره قديمه ايام ما كانت المسله موجوده. بعد كده الصوره دي شويه بتلخص الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه من شويه، والصوره دي بالمناسبه هي من البريف اللي كان نازل اللي منزلاه تميز، وواضح فيه المناطق المنطقه المخصصه للمشروع والضفتين، وباين هنا فكره ان في الاربن فابريك اللي موجوده هي كلها مخصصه لحركه السيارات، يمكن هي دي المأساة اللي بتحركنا في المشروع دوت، ان حركه المركبات والنتورك الخاصه بالسيارات هي نتورك قويه واضحه ومتصله، لكن لو هنتكلم عن حركه المشاه هي في وضعها الحالي هي باتشز صغيره سكاترد ممزقه في المدينه، مفيش الا الحديقه الصغيره اللي قصاد المتحف المصري. طريق الكورنيش فيه ضلع بسيط نتكلم في 3 4 متر الناس بتتحرك فيهم، الناس بتحاول توجد لنفسها مكان سواء على كوبري قصر النيل فوق هنا او كوبري اكتوبر. يمكن مفيش اتصال للنتورك بتاعه المشاه، فدي برضو الاربن فابريك نفسه بتاع المشاه مش موجود، فدي بنحاول دي برضو من ضمن المشاكل والفرص اللي موجوده عندنا. وهنبدا دلوقتي نتكلم عن الفورم جنريشن. شكرا ليك يا علي. يمكن زي ما علي وضح يمكن بشكل عام وبالتفصيل، احنا يمكن حبينا نعرض عليكم تحليل المحيط العمراني والمؤثرات اللي ابتدينا ندرسها بواقع يمكن زيارتنا برضو للموقع كذا مرة وبشكل متعدد،
لان يمكن احنا لما جينا ندرس موضوع المشروع نفسه لقينا ان هو يمكن زي ما بنقول في العماره يعني ان هو اكستروفيرت اكتر من ان هو انتروفيرت، هو متاثر ومؤثر على المحيط سواء العمراني او حتى المعالم الطبيعيه زي نهر النيل طبعا. ففي عندي عوامل كتير مؤثره، وده اللي خلى بطبيعه المشروع انه حساس جدا في التعامل مع المحيط، مع العماره يمكن الموجوده، يمكن زي ما وضح لنا علي على المتحف المصري الكبير، المتحف المصري والبرج القاهره. فابتدينا ناخد في الاعتبار ازاي يبقى كونه موجود، ازاي يخدم او يزيد تجربه الزائر بالمحيط ده، وازاي ما يضغيش او ما يتعارضش معاهم. فيمكن احنا بدانا بان احنا نادرس او نعمل ستراكشر لاولويات المؤثرات بتاعتنا في المشروع ده، وابتدينا نحط يمكن اسس عامه او اوجه عامه، استراتيجيز عامه للتصميم. وبدانا من ان احنا نبتدي نحل بيزد على السوات اناليسيس طبعا اللي اتعرض دلوقتي، بان انا بدرس نقط الضعف والقوه والفرص للمنطقه. ابتديت اخد قرارات التصميميه. فيمكن اول قرار يمكن لما اوضح علي امتداد او استمراريه شارع وسيم حسن القائم بالفعل للمشاه، وقدامه شارع البرج عند حديقه الزهريه في جزيره الزمالك. فابتدينا يمكن ده كان اول قرار تصميمي ان احنا نوصل ما بين الاثنين بشكل مباشر، وده هيستكمل عندنا شبكه المشاه او بيئه صديقه للمشاه في المنطقه. ويمكن ده كانت اول مشكله موجوده وفرصه كبيره ان انا استغلها، امتداد الشارعين قدام بعض وهم مستخدمين بالفعل للمشاه. ممكن نكست يا علي معلش. فبالتالي ده ادانا امتداد يمكن خطي مباشر لربط حركه المشاه. ويمكن ابتدينا ان احنا مش عايزين نطغى برضو زي ما قلنا على الريفر سكيب عندي بتاع نهر النيل، وعايز ادي اكسبوجر اكتر للناس لنهر النيل. فابتدينا نعمل المسار يمكن المتفاعل اكتر، وان انا افضي من المساحه اللي تعلو لنهر النيل ان انا اتيح ده للبشر. فابتدى يكون لي الخط الثاني اللي كون لي في الارض بتاعتي. ابتديت اتعامل مع مناسيب المشروع، ان انا طبعا ابتدي اطلع بمنسوب الكوبري لدرجه ان هو يتيح لي الحركه الملاحه النهريه تحتي، واطلع بقدر سنسيتيف جدا او بسيط لإتاحة التعامل او الاكسسبيليتي ما بين مختلف الناس للكوبري بشكل سهل، ما يبقاش فيه يمكن بروز مفاجئ للكوبري وسط المحيط العمراني، وسهوله طبعا الاستخدام. فيمكن ميولنا كانت سنسيتيف جدا للاستخدام البشري لمختلف الناس. فابتدينا نطلع بالمنطقه المنتصف هنا والناحيتين يمكن في اواخر الارض، لانه يبتدي تحلي يعني منصات مراقبه اوبزرفاتوري داكس كده للمحيط. فيمكن مع زي ما حضراتكم شايفين قدامنا كده المنسوب الاوطى من منتصف الجسر والمنطقه العلويه بعد ما رفعناها، ابتدى يتخلق لي فراغ اقل منسوب، ده اللي يتيح لي الملاحه النهريه فوق النهر النيل. وبعد كده الارتفاع المسموح اللي اقدر اكسبه مع مسافه الترحال المستخدمين، نبتدي يتيح لي صعود سهل لكل المستخدمين، فابتدى يتوجد لي فراغ. يمكن ده اللي استغلناه في الدايجرام اللي جاي. ايوه بالظبط، ابتديت اعمل فراغ في قلب او بطن الجسر بتاعي، ابتدي استغله ان هو فراغات داخليه. فانا يبقى عندي دلوقتي الحركه او الفراغ العام الخارجي وهو على سطح الجسر، ويمكن عندي الفراغات الداخليه في قلب الجسر. يمكن ابتدينا بقى نتعامل مع ساحات. ممكن نكست يا علي. يمكن ساحه واحد دي ابتدينا ان احنا نشوف المشاكل، يمكن من المشاكل استعرضها على الضفه الشرقيه ان انا عندي شارع
او منزل من كوبري اكتوبر قاطع الضفه الشرقيه عن نهر النيل للمشاه، بقى في ايدج لحركه العربيات والمركبات. فابتديت ان انا عايز اوجه او اعيد توجيه الشارع ده، ان انا ابتدي اتيح او استحضر الارض بكاملها للمشاه على نهر النيل. ده عند ساحه واحد، وهنشوف ازاي اتعاملنا مع ده بالتفصيل قدام. ويمكن مقابلها في ساحه رقم 8 عند حديقه المسله، ابتدينا نحل المشكله برضو اللي استعرضها علي، ان انا عندي عند حديقه المسله انا مش شايف النهر النيل. احنا يمكن عندنا الحته لو علي كان ذكرها، كان اللي قدام الارض بتاعتنا على طول، كان في المسابقه عندنا مذكور ان هي برايفتلي اوند، انا ما ينفعش ابتدي استغل الحته بالظبط الووتر فرونتج عند الضفه الغربيه. فكانت عندنا دي كانت مشكله موجوده، ان انا عايز برضو اتيح الفرصه للبشر للنهر النيل. فابتدينا ان احنا نعلو تبقى اليفيتد ساحه مرتفعه عشان يبقى كله ليه الاكسس، وانه يشوف زي شب كده يشوف نهر النيل. وابتدينا على مسار الحركه نفسه فوق الجسر، ابتدينا نوجد ساحات معماريه، يمكن ساحات فراغيه لينا نوزع عليها فراغاتنا، يمكن ده تخيل احنا عملناه، ونحل على اساسه المنشأ او الشبكه الانشائيه للجسر، واللي احترمنا فيها يمكن زي ما قلنا الملاحه النهريه، واحترمنا فيها الشبكه القائمه لكوبري 6 اكتوبر وقصر النيل. وابتدينا نعمل تخيل للفراغات الداخليه، ولكن على طول حافظنا ان الفراغات الداخليه تبقى فليكسبل قدر الامكان، ان مع التطور على مر الزمن يكون متاح ان انا اغير طريقه التقسيم الداخليه بشكل سهل. يمكن ممكن نخش على بالظبط ده يمكن التصور النهائي. فابتدينا نقدر نشوف كده ان في نودز اتعملت على جسر المشاه. احنا كان يمكن ترجمتنا ان احنا نحاول يمكن زي ابروتش كونتمبرري اكتر، يمكن كان المتحف المصري بيمثل عصره والبرج القاهره بيمثل عصره، فاحنا ابتدينا نوجد لغه عمرانيه ومعماريه لينا ترسخ يعني مشروعنا في عصره. فابتدينا نترجم ترجمه فيها فاريشنز، ابتدينا نحل الموضوع بشكل بولد جدا، انا عندي مجرد سنجل سيرفيس بحل منه المشروع كله. فابتدينا يمكن نعمل بانكتشرز زي ما انتم شايفين، بانكتشرز في السيرفيس كده ان هي تنزل، ده يحل لي فراغ معماري ويحل لي فراغ عمراني، وهنشوف ازاي بيبروز وبيربط بصريا العمران المحيط، وازاي بقى هو العامل الانشائي بتاعي للجسر. وزي ما احنا شايفين طبعا الساحات المتدرجه ناحيه الضفه الشرقيه، وازاي ليها ربط ما بين في يمكن منحدر من جنبه ان هو يربط ممر مشاه اهل مصر، ويبتدي يبقى ده المستقر بتاعهم ان هم يقدروا يستخدموا الساحات دي، ويبتدوا كمان يقدروا يخشوا بشكل سلس جدا وميول سلسه جدا لمشروعنا والجسر على فوق نهر النيل. فطبعا يمكن احنا اتحنا زي ما بنقول الفراغات المفتوحه العامه، وكمان اتحنا الفراغات المغلقه لاتاحه يمكن تصميم كمان، ان احنا مسؤولين عن تصميم البيئه الاقتصاديه للمشروع، ما يكونش المشروع ده اقتصاديا فاشل، فلا ده هيحقق طبعا نجاح كبير اقتصادي، وهيحقق سياحه يمكن داخليه وخارجيه. خلينا كل ده في اعتبارنا. يمكن كمان الاستخدام الفراغات المفتوحه، يمكن هنشوف يعني احتياج يمكن الناس للفراغات المفتوحه في القاهره او في العالم كله طبعا كبيره. احنا يمكن اتعلمنا بموجب يعني موضوع المشروع مدى اهميه البيئه الصديقه للمشاه والاماكن المفتوحه للبشر على البشر وعلى المدن ليها. فيمكن ده كمان استغلال جميل جدا للاماكن المفتوحه والمغلقه، ان هو يتيح لي حياه كامله فوق نهر النيل، مش مجرد ان هو بقى ممر عمراني يعديني من ضفه لضفه ثانيه، لا ابتدينا نخلق فراغ كامل الناس تقدر تستمتع فوق نهر النيل اوقات ممتده. ممكن نبتدي نخش في تفاصيل اكتر عن التصميم. يمكن زي ما ذكرنا كان في مشكله رئيسيه، موضوع
فصل الكورنيش وحركه العربيات متحف المصري عن النيل. فده دايجرام بيوضح الوضع الحالي، وباين زي ما كان بيشرح علي الشارع اللي هو فاصل الكورنيش عن النيل عن المتحف، وفاصل وكمان نزله كوبري اكتوبر اللي فاصله المتحف عن الكورنيش. فدي كان التحدي الرئيسي لينا واحنا شغالين. فكان الاقتراح بتاعنا اللي احنا ننزل الكورنيش في نفق، اللي امتداده النفق اللي موجود اللي نازل تحت كوبري قصر النيل. يعني النفق اللي احنا عملناه هنا ده هو اوريدي امتداده نفق، فاحنا ابتدينا ننزل من بدري شويه، فحولنا الكورنيش في يعني شريحه من الكورنيش طولها 200 متر للنفق. في نفس الوقت كمان غيرنا نزله الكورنيش اللي كانت نازله كده، خلينا نازله من اخر الارض بحيث اللي هي تنضم هي كمان تنزل في نفق وتنضم للنفق ده من قدام. فبقى المقارنه بين الوضع الحالي كان دي النازله وبعد كده اتحولت نزلت في نفق من اخر الارض، وفي نفس الوقت الكورنيش برضو اتحول لنفق. يمكن التعديله دي خلتنا اتحت لنا الفرصه ان بدل مكان الاماكن المخصصه للمشاه هي اللي عليها هايلايت بالاحمر دي، بقت كل ده مخصص للمشاه في الوضع الجديد. لو بصينا من فوق شويه ده الناس المشاه هيجوا منين؟ بدراسه محطات المترو عندنا اقرب ثلاث محطات مترو جمال عبد الناصر والسادات والاوبرا ومحطات الاتوبيس اللي عند الهيلتون وعمنعم رياض والمتحف والاوبرا، في برضو محطات التاكسي النهري والفلوكة اللي هي في الضفة الشرقية والغربية اللي هم دول، وفي الناس اللي جاية بالعربيات في متحف في المرحلة الأولانية من تطوير ميدان التحرير اللي هو ده كان اتعمل باركينج 1700 عربية و25 أوتوبيس 4 أدوار، فده اللي جاي بالعربية يقدر يركن في الباركينج ده. فبدراسة حركة المشاه هم هيبقوا جايين من الأماكن دي، فدي الأماكن اللي هي الأكسس بوينت للأرض من هنا أو من هنا، أو اللي جاي من ناحية النيل ممشى أهل مصر الأكسس بوينتس برضو من مكان ما هنا. فإحنا حددنا مكان الأكسس بوينتس بناء على الدراسة دي إن هي تبقى الثلاثة دول، واحدة من هنا اللي هي من عند شارع وسيم حسن، واحدة من عبد المنعم رياض ومثلث مزبيرو، واحدة من تحت اللي هي من عند النيل، والناحية التانية نفس الفكرة الأكسس بوينتس من شارع البرج ومن المدخل الحالي للمسلة ومن عند النيل. فلو دخلنا شوية في الكوبري نفسه ومسارات الحركة هنلاقي في اللير الأولانية اللي تحت في ال من الاكسس بوينتس دي هو رامب طالع على الكوبري نفسه. الناحيه الثانيه برضو في لاير غير اللاير اللي فوق جنب ناحيه الكوبري اقرب للنيل، وفي لاير برضو بنقدر ندخل الكوبري من هنا وبنربط بين المسارات ببعض، يقدر الناس من جوه الكوبري نفسه تتحرك لبره عن النيل. اللير اللي فوق ده الشارع اللي كان بيشرحه الشريف اللي هو الربط المباشر بين الاربن فابريك في المنطقه بين شارع وسيم حسن وشارع البرج، والمسار الثاني البلايفول اللي هو الناس بتتحرك فيه تقدر تقضي عليه، يعني الناس اللي هي مش عايزه الكوبري ككروسنج، لا هي عايزه تستمتع بفراغات اللي موجوده وتقعد على النيل. هندخل من فكرة الأوربن لندخل أكتر شوية في الديزاين نفسه. ده الماستر بلان زي ما بيوضح زي ما مصطفى شرح لنا وخالد وعلي وشريف وعلي حركة المشاة اللي قدام المتحف المصري وشارع البرج اللي هو بيقطع حديقة الزهرية، فكان في اتصال بين المنطقتين. مقبرة
كاميرات برضو راعينا ان هي ما يبقاش ليها اكسس السكيورتي بتاع المتحف المصري، ما يبقاش فيه اكسس من الكوبري نفسه من الجسر المشاع على الحديقة المتحفية، يبقى ليها امتداد بس يبقى السكيورتي بتاع المتحف المصري متحافظ عليه. محتاجين نتفرج اكتر على السكشن والإليفيشن عشان نبقى متخيلين المشروع. ينفع نيكست يا علي؟ هنا واضح من الـ من الـ من السكشن العلاقه بين البرج والمتحف المصري، ان احنا ما ان السلوب بتاع الجسر المشاة رابط بين المعلمين وبيعدي الناس من الضفة الشرقية للضفة الغربية بدون أي عوائق بصرية. ما حاولناش يبقى الجسر المشاة بتاعنا يبقى هو اللي ليه الأبر هاند، أو كأنه هو اللي عايز يفرض شكل أو ديزاين معين أو ستايلينج على المكان. لا، هو بيتفاعل مع السايت نفسه، بيحاول يخدم المعالم اللي اوريدي موجودة زي البرج والمتحف المصري ويحافظ عليها. وأهم معلم بالنسبة لنا هو نهر النيل، إن هو دوت اللي يبقى متراعى فيه كل الاحتياجات الأساسية اللي الناس محتاجينها. فالديزاين جه راعى حاجتين، ان يبقى الاعتبار الاول للمواطن المصري هو اللير الاولانيه خالص اللي بتعدي من المتحف المصري لحد البرج، ان يبقى الاسلوب بتاعه مريح للباعه ومريح للمواطن المصري 1:20، وبقيت اللايرز بتاعه الجسر نفسه اللي فيها السوشيال هابس والجاليريز والمطاعم والحاجات اللي هتتاجر او اللي هتجيب عائد اقتصادي على المشروع نفسه بحيث ان هو يصرف عليه وعلى المينتنس بتاعته، تبقى مراعيه لمعايير الملاحه النهريه في الارتفاع، ان ارتفاع الحد الادنى يبقى 13 متر، فاحنا اقل ارتفاع عندنا 14 متر كلير هايت. وفي نفس الوقت الابعاد بين الاتجاهات بتاعه الملاحه النهريه، ان الاقل حاجه في الاتجاه الوان واي يبقى 50 متر بين التو سبورتس بتوع الكوبري نفسه. بعدين ندخل اكتر السلايد اللي بعديها يا علي. زي ما احنا شايفين احنا عندنا خلينا ان المسار الرئيسي اللي هو اللي بيعدي الناس من الضفة الشرقية للضفة الغربية هو ده السلوب بتاعه او الرامب بتاعه، مريح جدا الناس تقدر تعدي عليه. وخلينا الناس يبقى الاكسسبيليتي بتاعتهم ان هم ينزلوا مش يطلعوا، وده مريح عندهم اكتر. فهو الاساس بتاعه ان هو داخل على الحديقة او يعني الجسر المشاة، بس هو في الاساس اللير الاخيرة ديت هي حديقة اكتر حتى منها، احنا معتبرينها حديقة اكتر ما تكون منها حتى جسر او عنصر ربط. والدورين اللي تحتيه هو دول اللي الناس تقدر تنزل فيهم للمطاعم وللمعارض ولكل الاكتيفيتيز اللي بتحصل، البازارات وكده، لان المنطقه هي منطقه سياحيه في الاول وفي الاخر. وفي نفس الوقت الشعب المصري بيمارس كل النشاطات اللي بيعملها على النيل، وفي اي وقت اثناء المسار بتاع الحديقه او الممر المشاة هو ينزل من خلال السكس نودز اللي شريف حتى شرحهم، يقدر ينزل في اي منطقه في الرحله اثناء ما هو بيتمشى على الجسر المشاة، يقدر ينزل للمنطقه الدور اللي تحت او الدور اللي تحتيه او يطلع منهم بسهوله جدا. فاحنا عندنا خلينا الاختيار دايما للنزول عشان ما نتعبش الناس، مش ان هو يدخل من يطلع، يعني ما يبقاش داخل من واطي الاعلى، لا هو من الاعلى للاوطى. بعدين هنبتدي نتكلم دلوقتي عن ازاي التفاعل بين البيبل والنيتشر والكلتشر. احنا كان هدف رئيسي عندنا ازاي الزائر يقدر يكون متفاعل مع الطبيعة والجزء الثقافي، وانه يكون الكوبري يكون متنفس ليه خلال رحلته.
هنا بنوضح كم الاكتيفيتيز اللي ممكن تكون بتحصل على الكوبري، والعنصر اللاندسكيب مهم جدا في اتاحه الاكتيفيتيز دي. عندنا elevated plaza للبيكنيك وللتجمعات، اجزاء للصيد، فيوينج داك يمين وشمال الكوبري على الضفتين، اوبزرفتوري للنيل كله، وكمان اللين للعجل ولين للجري واماكن تجمعات. السكس نودز بعد كده بيبان عندنا استخدامنا ليهم ازاي نكست ك فيوينج فريم لمعالم القاهره، انه في الانتيريور ديزاين ازاي السكس نود اللي هما ستراكشرال كولوم العادي من خلال الفورم جنريشن بتاعته، من خلال اتاحه الدي لايت جوه في المبنى، يكون ده زي كروبت فيو ويبقى فريمينج فيو لمعالم زي البرج مثلا، وازاي خلال الرحله رؤيه البرج بتتغير خلال السكس نود. نيكست، الهدف الرئيسي في اليوزر اكسبيرينس للمكان ده انه ازاي يكون بيدخل المكان ويقضي عليه رحله، ممكن يكون مجرد باس اواي ما بين معلمين مهمين البرج والمتحف، لكن اللاير اللي فوق هي حديقه مفتوحه اليفيتد على النيل. ازاي من خلال لاندسكيب واستخدام لاندسكيب زي الكانوبي تري واجزاء السيتنج اريا تحتيها، الهاند ريلز جلاس فتبقى فيوينج للنيل اكتر، كل ده بيبقى بيخلي الزياره والرحله للزائر مختلفه من خلال الحديقه المفتوحه اللي هي اخر لير خالص، ومفيش اي عوائق بصريه ما بين المتحف والبرج. استخدام حتى يعني في الإلستريشن الأشخاص مصريين، يعني احنا كنا قصدين حاجة زي دي. برضو هرجع تاني الكانوبي تري، احنا برضو عاملين لها سلايد يعني ليها مخصوص الليرز المختلفة من الممشى، اول ممشى خالص مباشر على النيل، وازاي في اربن ستيبس بيبدأ يتدرج لحد ما يوصل للإليفيتد بلازا عند الحديقة المتحفية اللي منها برضو الفيوينج داك بيبقى إليفيتد على النيل. نكست، ده الجزء اللي كنت بقول عليه، الممشى والأربن ستابس اللي جنبه، ومصطفى زكريا شرح لنا بتفصيل. يمكن كانت فكرة رئيسية ازاي عندنا الجو في محتاجين أماكن مظللة كتير، فدي كانت الواجهة الشمالية فيها أربن ستابس موجودة على النيل، وإحنا استغلينا أن حركة الشمس في القاهرة يعني بعد ما حللنا مسارات الشمس على مدار السنة، فالواجهة الشمالية بالطريقة دي في اللير اللي تحت على النيل بالستبس دي على طول مظللة، فيقدر الناس تستخدمها في الأوقات اللي فيها الشمس فوق. وكمان احنا يعني مستخدمين كانوبي تريز في اللير اللي فوق في الاماكن البلو، فاحنا ما رضيناش يعني عشان نبقى منطقيين برضو في الزراعه على الروف، مش يعني كنا يعني مستخدمين بس الزراعات في اماكن الجلوس اللي مسمينها ايلاندز، وكل الواجهه الشماليه دي مظلله سيلف شيدد. هنا برضو بنقول ان ممكن الكوبري او الجسر يستخدم في الاحتفالات الكبرى والمناسبات الكبرى في القاهرة باللايرز بتاعته كلها، بالحديقة الضفتين المدرجتين اللي هم هنا المدرجة على النيل وهنا الإليفيتد، كل ده بيبص على فلوتد ستيج في احتفالات كبرى، وممكن كمان يبقى في ووتر ولايت شوز على يعني ممكن نستخدم مثلا الضفة دي بس لو الايفنت يعني اصغر. هنا ده يعني يمكن هنا بيبين الفيو اندكس
في الجنبين، ويبين هنا كمان اللايرز بتاعت الكوبري والدي لايت والكواليتي بتاعت الاندور من جوه. هنا دي نوع شجره كنا مستخدمينها هنا، هنا هي الاكاسيا. يمكن الاكاسيا هي بتمتد بتعمل ظل كويس، وفي نفس الوقت كمان بذورها بتمتد بطريقه افقيه، فنقدر نزرعها على الروف. واستخدمنا برضو الرويال بونسيانا، الاشجار دي طبعا متوفره في مصر. لو بصينا للسكشن ده يمكن ده بيبين لايرز الكوبري، وبيبين في مسار للعجل وفي مسار للمشاة، بيبين هنا الايلاندز والجلوس والشجره، واستغلنا ارتفاع الايلاند ان هي مع عمق الايلاند هي اللي بيبقى فيها الجذور الشجره. هنا الستبس دي الستبس اللي على النيل، هنا باين الام اي بي والسيرفيس كلها ماشيه في عمق، يعني مستغلين العمق اللي عملته السلالم دي، يبقى فيه السيرفيس كلها بتغذي الكوبري من تحت الام اي بي. يعني ده قطاع بيوضح الايلاندز وازاي الجذور بتاعتها مستغلين الارتفاع بتاعها. ده ستاكينج اللايرز بتاعت الكوبري. طيب يمكن زي ما استعرضنا ازاي استغلينا النودز اللي احنا حكينا عليها في الاول كعناصر يمكن توجيه عمراني، ان انا ابتدي اربط بشكل بصري ما بين مختلف الطبقات، يمكن زي ما استعرضنا داخليا للمشروع وخارجيا كمان للمعالم العمرانيه الخارجيه في محيط المشروع. وابتدينا يمكن قلنا كمان تخيل معماري لحل الفراغات، يمكن كان عند كل نود ابتدينا نحاول نعمل سكيم معينه من الفراغات، ازاي الدور السفلي ده زي ما قلنا، وزي ما استعرض مصطفى ازاي ابتدينا نستغل الظل الذاتي من الاوفر هانج بتاع الدور العلوي ان هو يضلل ويبتدي تحلي جلسات، وازاي الدور التاني ممكن ابتدي استغل فراغات اداريه، والدور اللي تحت ممكن يبقى فيه سبيل اوتس لمطاعم وكافيهات. فابتدينا دلوقتي نفكر في كمان العنصر ده يكون شغال معانا انشائيا. يمكن لو درسنا جينا ناخد قطاع كده في الكوبري وابتدينا نشوف الكولمز نيكست، ممكن نبتدي نشوف كده ازاي الكولمز الستيل ابتدت تطلع، وبعد كده نيكست حصلها انترسكشن، عملنا ستراتس ربطنا كل الكولمز الستيل، وبعد كده عملنا يمكن كونكريت كفر عشان علاقته بالميه، وبعد كده عملنا يمكن بيز تعادل السي جي والتورشن اللي على الاي سيمتريك سكشن بتاع الكولم، بعد كده مع كل تقاطع عملنا الرينج بيم الاساسيه، عملنا الفريمز بتاعتنا، وبعد كده ربطنا الكلام ده كله طبعا بلونجيتيودنال جيردرز، وبعد كده السب لايرز، وكل ده كان مدفون في السمك البلاطه المطلوبه. ويمكن ده اللي خلانا بعد كده زي ما انتم شفتوا احنا عملنا كسوه للاعمده، وابتدينا نعمل عليها الكيرتن وول او الستراكشر جليزنج بتاعنا من وراها، وابتدينا نستغل الاعماق بتاعه البلاطات دي في ان احنا نستخدمها في الام اي بي فيكسرز او الام اي بي راوتنجز لكل السيستمز بتاعتنا. ويمكن طبعا احنا عملنا فيريفيكيشن وفاليديشن مع السيستمز دي مع مهندسين انشائيين يعني. نيكست. يمكن طبعا احنا هنا بنستعرض تصميم الجانب الاقتصادي اللي احنا حاولنا نعمله، وان احنا ابتدينا نعمل فراغات، يمكن العنصر بقى الرابط ما بين المسارين اللي احنا صممناهم في الخارج اللي قلنا المباشر والبلايفل اكتر، وابتدينا في النص ابتدينا نعمل المداخل زي ما استعرضتها دكتور ابتسام، ان انا ابتدي اخش في اندور سبيسز، وازاي عند كل نود زي ما استعرض لنا مصطفى عند المنسوب السفلي عند اوطى منسوب ابتدى يبقى هو ده الفراغ او الفراغ التوزيع المعماري بتاعي الفراغي، اللي هو ابتدي اربط ما بين المسارات شمال وجنوب المشروع، او يبتدي يوزعني تاني على الفراغات الداخليه. ويمكن كمان في العناصر
التنقل الرئيسية المباشرة زي الأسانسيرات والسلالم وفي الحمامات والعناصر الخدمية. ابتدينا ازاي نقول الفراغات بتاعتنا متاحة بمختلف المساحات والاستخدامات. يمكن كمان ابتدينا نأكد على الفراغ، معلش ارجع يعني ثانية، ابتدينا يمكن نأكد ان يعني زي احتفالا بالفراغ المتاح للبشر فوق النيل، ان احنا ابتدينا نعمل سوشيال هاب في النص دبل هايت، وفي السنتر بتاعه على المستوى السفلي الانفورميشن سنتر اللي ابتدي يوجه الزائرين للمحيط. نكست يعني يمكن انا استعرض بس شكل او طريقه حل الجراوند كفر واللاندسكيب بتاعنا. ده كان السايت بتاعنا. نكست ابتدينا، دي يمكن الشكل الاوفل احنا بنتكلم فيه. لو قلنا في الاساس ان هو كان كله جرينري، احنا عايزين نزيد من الجرينري وده كان توجه رئيسي. ابتدينا نحلل البيدستريان فلو زي ما استعرضه علي مصطفى معانا. ابتدينا نشوف العوائق للحركه دي من النودز اللي احنا عملناها وكل حاجه. وابتدينا نشوف كمان نيكست، يمكن ابتدينا نشوف كمان السايت فيرنيشنج والمجالس المتاحه للزائرين والمستخدمين. ابتدينا نشوف الفلو الفعلي المتوقع للزائرين، وعلى اساسه ابتدينا نتيح الهارد سكيب اللي ابتدي يجي على نسبه السوفت سكيب او الجرينري بتاعتي بشكل كاستمايزد فاريبل للاستخدام الفعلي. فده كان يمكن احنا بنقول ده كده التصميم النهائي. ده كان يمكن ستون انترلوك، وده يمكن فليكسبل وبيتيح جدا المساحات، ما بيقتلش اللاندسكيب كفر بتاعي، وبيتيح ان انا ابتدي اعرف احافظ على يمكن الشجر اللي كان شجر مميز ونادر في حديقة المسلة، ابتدي اعرف احافظ عليه. وابتديت بحط باقل طريقة بسنسيتيف يعني الهاردسكيب اللي متعارض مع اللاندسكيب بشكل مبرر ومتفاعل يعني مع الاحتياج الرئيسي. احنا هنا من الاربن شوت كنا عايزين ناكد جدا على الاتصال البصري المباشر ما بين المعلمين من غير اي عوائق بصريه، باتصال سهل انتجريتد جدا مع اللاندسكيب، علشان نعوض نسبه المساحات الخضراء اللي ابتدت تقل جدا في القاهره وخصوصا في المنطقه دي. عنصر لايتنج ديزاين بالليل هو عنصر اساسي جدا في التصميم، انه حتى لو كان الكوبري بالنهار شكله مبهر مع اللاندسكيب، كمان نقدر بالليل من خلال اللايتنج ديزاين نزود الفيتشر ده ونأكد الاستخدام ان هو يكون استخدام مناسب للتنزه كمان بالليل. طبعا هيبقى فيه لايتنج شو زي كان مصطفى زكريا قال لنا، كل الاستخدام لللايتنج بروجكشن مابينج وكل الفيتشرز بتاعت اللايتنج ديزاين. من هنا الشوط الثاني بتأكد لنا على الاتصال المباشر، استخدام التايلينج اللي احنا لسه كان شريف قال لنا عليه، البورس بيفمنت اللي بيزود الجرين كوفر، الديفرنت لينز للحركة، الديفرنت ابروتش للحركة. الصورة دي من البرج بتبين لنا قد ايه الجراوند جرين كوفر احنا بنحاول نزوده، بالرغم على ان هو كوبري وان هو اتصال مباشر للمشاة، بس عنصر لاندسكيب في امتداد حديقة المسلة مع حديقة المتحف مهم جدا. هنا كنا عايزين نأكد على الاليفيتد بلازا في امتداد حديقة المسلة مع الاوبزرفاتوري دج، ازاي انه من الفورم جنريشن بتاعة الكوبري هو كأنه حاضن الحديقتين، ديزايند على السايت بحيث ان هو بيبقى يعني حاضن جدا السايت وحاضن الحديقتين، الحديقة المتحفية وامتداد حديقة المسلة. نكست مصطفى زكريا ممكن يقول لنا ممكن
اوكي احنا كده شكرا. يمكن لو في اسئله بقى احنا كده خلصنا. جزاكم الله خير. اتفضل يا باشمهندس عمر. جزاكم الله كل خير، مشروع رائع، اتمنى ان هو ان شاء الله يتنفذ قريب والواحد يزوره، وما شاء الله مدروس بشكل قوي، ونتمنى فعلا ان بلدنا يبقى فيها المشاريع الكثيره القويه اللي فيها موضوع الاستدامه واهتمام بالانسان ومتصمم للانسان وواخده حسابات في دماغها ازاي تقدر توصل الناس من الاماكن اللي هم عايزينها من غير ما يضطروا يمشوا في اماكن مخصصه للسيارات. فاستاذنكم نفتح باب الاسئله لو حد عنده اي سؤال او مداخله. هنفتح المايكات لو في حد عنده اسئله او مداخله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا باشمهندس عمر، الله يكرمك. تحياتي لحضرتك والتيم المحترم اللي عمل لنا المشروع الجميل دوت، وتحياتي لمهندس شريف، مهندس مصطفى، اصدقائي وباقي المهندسين الافاضل. انا مش داخل اقول سؤال بصراحه، بس يعني انا للامانه بشكرهم على المشروع الجميل دوت. ويعني انا ممكن انا كمهندس انشائي ما افهمش قوي في الكونسبت المعماري، بس للامانه المشروع فكرته جميله جدا، اتمنى ان هو يعني يتم تنفيذه في اسرع وقت. بس ممكن يعني طلب بسيط، ان ممكن لو يعني نهر النيل بالحته دي، بس انا بتكلم ان نهر النيل ممكن المشروع دوت يتطبق في اكتر من مكان على طول نهر النيل. ممكن هنقول مثلا في منطقه القاهره، في المناطق السياحيه مثلا في اسوان وهكذا. ما طبعا ممكن يبقى في بعض الاختلافات في الكونسبت، بس في المجمل هيبقى برضو نفس النتيجه يعني. وبشكركم مره تانية وبالتوفيق ان شاء الله وربنا معاك. شكرا. دكتور شيماء عاشور. شكرا باشمهندس. دكتور شيماء اتفضلي. ايوه السلام عليكم. طبعا مشروع هايل وما فيش كلام، وكل ما احط مثلا نوتس كده عشان يعني اتكلم عنها الاقي ان ما شاء الله مغطيين، بداية من الفرص والتحديات وفكرة برضو الارتفاع الكوبري وعرضه. لسه هتكلم في النقطة، الاقي دكتورة ابتسامة برضو بتغطي النقطة. بس مشروع هايل وأفكار كويسة جدا. فكرة لا بجد ما شاء الله. بس فكرة بقى مثلا، هو أنا هتكلم عن نقطة مهمة جدا، هي لو انا دلوقتي عايز ادخل مسابقه معماريه، مسابقه زي ديت مثلا، ايه النقاط اللي المفروض الواحد هيبص عليها علشان يقدر يجتاز او يبقى يعني ينجح في المسابقه ديت؟ مش هقول هيطلع ما شاء الله الاول، لكن ان هو مثلا هيركز على ايه البوينت اللي يركز عليها في اي مسابقه زي المسابقات ديت. وشكرا جدا. شكرا لحضرتك دكتور شيماء. يمكن بالنسبه للنقطه دي، دي حقيقه حاجه من الحاجات اللي استفدناها كتير من مشاركتنا المستمره في مسابقات متتاليه ورا بعض، ويمكن ربنا كرمنا الحمد لله في المسابقه دي كتتويج للمحاولات اللي سابقه. يمكن من ضمن الحاجات اللي استفدنا منها كتير ان اي مسابقه بندخلها بنحاول ان هي تكون تجربه بنتعلم منها، بنحاول ان احنا نعمل سيلف ريفلكشنز بناء على النتائج اللي حاصله، نشوف المشاريع اللي كسبانه ايه اللي عملته، ايه الطريقه اللي هم كسبوا بيها، ايه الحلول اللي هم اقترحوها وعلاقتها بالبريف اللي موجود. فيمكن الاكسرسايز ده، دراسه البريف اللي كان مطلوب في المسابقه اللي هو سؤال المسابقه ومقارنه النتائج اللي حاصله دي، يمكن من اكبر الامور اللي ممكن الواحد ياثر بيها المسافات ويتعلم اكتر. فيمكن بناء على التجارب دي لاحظنا ان من اهم الاسباب ان اي قرار تصميمي لازم يبقى قرار مبرر. ويمكن في امور كتير
ما بتخضعش للقياس، لكن كل ما القرارات تبقى أقرب لأمور قابلة للقياس وأمور فيها شيء من المنطق ومسببات بتؤدي إلى نتائج، كل ما الموضوع بيبقى ستريت فورورد أكتر، وبيبقى بتحيد موضوع الرأي، موضوع الآراء. فدي برضو نقطة من النقاط المهمة اللي اتعلمناها. ويمكن حتى وصل الموضوع إن مش مجرد إن الواحد يدخل مسابقة علشان يتعلم منها، ممكن من خلال إن هو يشوف مثلا مسابقة لفتت نظر، ممكن يكون واحد محرفوش الحظ إن هو يشارك فيها، لكن يبتدي يقرأ التحدي كان عبارة عن إيه، يبتدي يشوف المتسابقين اتعاملوا إزاي مع التحديات ديت، وإيه القرارات اللي خدوها. كل التجارب ديت بتنمي مهارة التعامل مع التحديات المعمارية ومع المسابقات، وأكيد هتأثر المسافات بشكل كبير جدا. في سؤال عن نبذة عن البرنامج الزمني الخاص بالتنفيذ. يمكن احنا يعني ما كانش موجود في المسابقة الطلب ده، بس احنا يعني لو حد من المسؤولين كلمنا هنبتدي، احنا اوريدي يعني اشتغلنا ديفلوبمنت كتير بعد ما سلمنا المشروع على الاستراكشر وعلى كذا حاجة تانية وبعتناه للمسؤولين، فلو حد اتواصل معانا هنبتدي بقى الموضوع يعني نديله وقت اكتر وندرس مدة التنفيذ والتسعير والحاجات دي. تمام باشمهندس. دكتور وليد النصار، تسلم حضرتك في المداخلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة أنا بشكركم جدا 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 يعني لو من هنا لغاية بكرة، لأن الحمد لله تعالى بتدوا أمل للمعماريين الجداد وإن إحنا بنقدر نعمل حاجة لبلدنا بنحس فيها بالجمال بتاعنا. قد إيه الحمد لله النيل بتاعنا من أحلى الأنهار اللي موجودة في العالم، قد ايه انتوا قدرتوا تضيفوا للجمال ده جمال تاني تخلونا نقدر نحس بيه. كانت مشكلتنا الاساسيه في حاجات كتيره في مصر ان في جمال كتير قوي فيها بس مش عارفين نستمتع بيه. يعني بشكركم جدا ان انتوا قدرتوا تحققوا حاجه زي كده، ان احنا نقدر نستمتع بالنيل بتاعنا بشكل زي ده، لدرجه ان انا وانتوا بتعرضوا يعني بدات افكر طب يعني هو طبعا كان السؤال الاولاني ممكن تكونوا انتوا جاوبتوا عليه في السؤال اللي فات، هل المسابقة أساساً كانت معمولة بحيث إن الجائزة الأولى ممكن تنفذ فعلاً وبالتالي هيبدأوا الدولة تاخد خطوات لتنفيذ حاجة زي كده، ولا أنتوا هتبدأوا تعرضوه على مجموعة من المسؤولين عشان يبدأ تنفيذ حاجة زي كده لو شافوا الحمد لله النتيجة اللي أنتوا وصلتوا لها؟ السؤال الثاني، هل ممكن تكرار حاجة زي كده في كباري أوريدي موجودة؟ يعني زي ما أنتوا عرضتوا في الأول مشكلة قصر النيل، مشكلة 6 أكتوبر، والكباري بقى لغاية لما نروح المعادي، كوبري الدائري، الكباري كلها اللي على النيل، زي ما انتوا استفدتوا من الليفلز الموجوده تحت الممر اللي فيه السلوك الخفيف ده وعملتوا تو لايرز وتو ليفلز بينهم بقى الخدمات والمعارض والحاجات اللي هي تبقى الاستثماريه اللي ممكن تخلي انشاء الكوبري ده كله يعني من غير اي تكلفه على الدوله، انما هل ممكن نعمل حاجه زي كده فوق كباري العربيات بحيث ان يبقى احنا العربيات تبقى هي في الليفل التحتاني واحنا نقدر نعمل فوقيها نفس الفكره دي؟ طبعا عايزه تشارك كبير بينكم وبين مسؤولين كتير في الدوله، ان ممكن انا شايف التجربه دي لو هنقدر نعمل يعني نقطه عرض ظريف قوي للنيل في كل الكباري اللي موجوده اوريدي والاماكن اللي متاحه ان احنا نقدر نعمل بيها كوبري تاني زي ده في اماكن مختلفه. وبكرر شكر ليكم وربنا يوفقكم يا رب في مستقبل كبير، يعني ان شاء الله تعالى مستنيكم ويعني فخورين كلنا بيكم جدا جدا جدا. شكرا جزيلا. شكرا لك يا دكتور وليد. انا معلش اقول تعليق بس، يمكن انا بسمع فعلا طبعا دي حاجه كويسه ان كل الناس بتتمنى ان الفكره تعمم مناطق مختلفه، ولكن يمكن احنا برضو على طول بناكد حته ان ممكن يبقى في معاه يعني طرق تفكير او صفات معينه ممكن تؤخذ وتبقى في تصميمات مختلفه، لكن طبعا مش نفس الشكل، مش نفس المنتج هيقدر يطلع في مختلف الاماكن، مش كله هيبقى متاح طول الكوبري ان ابتدي اعمل الميول بالشكل ده ويبتدي يبقى في مكان واحترام الملاحه النهريه فيبتدي يبقى في مكان مثلا، مش كله هيبقى موجود بنفس طريقه التوجيه وكده الربط الاربن فابريك وايضاح المعالم العمرانيه. فاحنا ما نأملش يعني احنا مش هدفنا ان يبقى نفس المنتج في اماكن مختلفه، ويمكن ده مش احسن حاجه،
كل منطقه تدرس وكل عمل ليه طبيعته، ولكن يمكن احنا كنا على طول حابين فكره ان ده يبقى يعني زي ما بنقول على طول نبذه او نواه او بذره لحياه بصفه عامه جديده، مستغلين الاماكن بصفه عامه الاماكن المفتوحه. ويمكن احنا عرفنا احتياجها المتزايد كمان بالذات بعد اخر جائحه عالميه موجوده جائحه الكورونا، وان احنا عندنا اولا يعني بصفه مبدئيه نقصان فيها، فاستغلال او عمل اماكن مفتوحه عامه للناس، ويمكن استغلال النيل والحياه. فيمكن احنا عايزين طبعا نامل لتقرر الصفات دي في مختلف الاماكن، الزراعات، النسبه المسطحات الخضراء، الاماكن المفتوحه للبشر، ولكن مش وطبعا ازدياد البيئه الصديقه للبيئه، البيئه الصديقه للمشاه قصدي، ولكن مش بالضروره يكون نفس شكل المنتج يعني. بس شكرا لحضرتك جدا يا دكتور وليد. هو اذا سمحت لي يا شريف، هو الطبيعي ان دراسه كل موقع دي من اساسيات العماره بتاثر على المنتج النهائي، فطبعا استحاله ان هو نفس المنتج ده هيتكرر كوبي بيست في حته ثانيه، كلامك طبعا صح. انما هي الفكره ان احنا نبدا نخلق يعني زي حدائق انتوا عاملينها بتزود الهيومانيتي، بتزود الكواليتي اوف لايف، بتزود الليفابيلتي بتاعت المدينه عندنا بشكل هايل. هي دي الفكره اللي انا نفسي تتكرر، مش مقصود بكلام ان هي تبقى كوبي بيست، انما مقصود ان هي نقدر الفكره نفسها تتكرر، بس كل موقع يدرس على حده بيطلع منه حلتين، يبقى عندنا مجموعه من الكباري بتاعت المشاه اللي معديه فوق النيل بافكار مختلفه جدا جملت المجرى وخلت الناس كلها. ويمكن الفكره عندكم ببساطه ان احنا عاملين تنوع من الناس البسيطه اللي ممكن تعدي فوق الكوبري وتقعد من غير ما تدفع حاجه عشان لازم تقعد في الليفلز التحتانيه، وبين الناس اللي عايزه تقعد في حتت على مستوى بقى الاعداد اللي تحت هتبقى عامله ازاي. ده الجميل ان احنا عندنا الناس كلها في الصيف بنبقى شايفين الحر عامل ازاي، متنفس دايما هو النيل بتاعنا. فانت اما هتكتر حاجه زي كده هتخلي المدينه النهر نفسه هيبقى حي زي ما انتم عملتوا في البدايه، وكانت فكرتكم او فكره المسابقه ان احنا نعمل ليفربل بريدج على النيل، ليفربل جاردن على النيل بشكل ده. انما طبعا كل واحد هيبقى ليه يعني الانبوت بتاعته اللي تخلي الاوتبوت مختلف، بس الفكره تستدعي ان احنا انا نفسي ان انتم يعني ان شاء الله تعالى يبقى عندكم صبر وعندكم يعني قوه ان انتم ايه تنشروا الفكره لغايه ما تبدا تتنفذ باذن الله تعالى. ربنا يوفقك. شكرا جدا جدا. شكرا لحضرتك. شكرا دكتور وليد. شكرا لحضرتك. في سؤال مشروع تميز حقيقي، تسألوا كل خير ورب يتنفذ. تاكو الشغل بينكم والعلاقه بين نهايه الكوبري والارض، المنطقه اللي بتجمع فيها النفايات، حلها كان ازاي؟ هو الشغل بيننا مقصود كتيم يعني كفريق احنا ازاي اشتغلنا مع بعض؟ هو يمكن ده كان برضو تحدي، كان موضوع الجائحه وان احنا ابتدينا نشتغل كله فيرتشوال. احنا كان كل يمكن احنا كان في تجمع مستمر ثابت كل اسبوعيا، كل سبت لازم نتجمع اونلاين، حتى لو في اجازه عيد ايا كان كنا بنتجمع، وعلى مدار الاسبوع طبعا بنشتغل ونبتدي نعمل برين ستورمنج ونبتدي نعمل انتجريشن ما بين الافكار ونعمل تطوير للفكره. يمكن احنا خدنا يعني يمكن عدينا البروبوزلز اللي احنا عملناها واحنا في الموضوع يمكن من 8 9 او 10 بدايل، على طول كنا بنقعد نفكر يعني نطور فكره وبعدين نخش فكره ثانيه نبنيها. في الاول خالص طبعا كان قبل موضوع الكورونا، هي بدات شهر واحد المسابقه لحد شهر 11 تقريبا سنه، فكنا يمكن حالفنا الحظ ان احنا نزلنا كذا زياره للموقع في الاول ولمينا المعلومات اللي احنا عايزينها. النفايات والعلاقه الكوبري احنا يمكن ابتدينا نستغل فراغات تحت قبل ما نبتدي نعمل زوايا حاده بان احنا نعمل فراغات مدفونه تحت الارض، الجنريترز والام اي بي سيستمز المطلوبه واستلام البضائع اللي توفي الاستخدامات الفراغات اللي فوق الكوبري. ولكن طبعا احنا ده ما خدناش فيه يعني يمكن في حاجات كتير فكرنا فيها وعملناها بشكل مبدئي، ولكن المخرجات اللي كانت مطلوبه في المشروع هو كان بانل واحده اي نود يعني، فمش كل حاجه فتحناها او شرحناها، ولكن لا ابتدينا نستغل الفراغات الاسفل الزوايا دي، وابتدينا نعمل لاندسكيب من جريفل او ايا كان لحل برضو المشاكل اللي كانت موجوده. يمكن نقطه الويست مانجمنت برضو احنا يعني
كنا واخدينها في اعتبارنا اللي احنا في التطوير يعني، ولكن هي يعني مينلي الموضوع بيبقى سيستم يعني. يعني هو في الاخر في دورين، الدورين دول هيحافظوا على الكوبري لان في هيبقى في مناطق تجاريه واستثماريه، فهم دول اللي هيراعوا المينتنس وهيحافظوا على استمراريه الكوبري. وفي نفس الوقت السيستم المراقبه نفسه سيستم والناس كلها تلتزم، ده في المشاريع اللي زي كده اللي هي على الانهار هي ده اللي المفروض بيبقى غالب. فهو الموضوع اداره برضو. السلام عليكم وبركاته. اتفضل. في حد عنده دخله؟ يمكن في حد بيسال كم المده الزمنيه المستغرقه من بدايه المشروع الى نهايته؟ الو؟ ايوه تمام. متهيألي باشمهندس مصطفى، هي باشمهندسة قصدها اتفضلي يا دكتور. متهيألي هو قصدها المدة الزمنية من لشغلنا احنا، مش المشروع على بعضه اللي هو ابتدينا للتصميم كتصميم. اي ثينك ان هي قصدها كده. يعني تقريبا 8 شهور قصدها التصميم. طرح المسابقة في يناير، ابتدينا في فبراير وسلمنا في نوفمبر. ايوه هي كتبت صح، اكيد. اتفضلي باشمهندس، اتفضلي مصطفى قول لها. تمام. هو زي ما حضرتك قلت فعلا، احنا من اول فبراير من طرح المسابقه يوم يناير لحد شهر 11 تقريبا سنه 2020. طبعا تمام. طيب في حد عنده اي اسئله تانية؟ تمام، جزاكم الله كل خير والف شكر على المحاضره المفيده، وان شاء الله نلاقيها على ارض الواقع باذن الله، وبالتوفيق دايما. في باشمهندس نورهان. باشمهندس نورهان. تمام كده. اتفضل حضرتك سامعني. اوكي انا بس كنت عايز اعرف هو احنا ازاي، او يعني باشمهندسين طبعا ازاي قدروا يوصلوا ال موتزاريلا نيجا. هو في صوت بس مش عارفه اتكلم. في تقريبا سمعت واحد. تمام اتفضل. يعني ازاي قدروا يوصلوا للصور للموقع نفسه من فوق، يعني كلاي اوت من فوق؟ فدي بصراحه حاجه مش عارفه يعني ازاي ممكن قدروا يوصلوا لها. اللي اوت في الماستر بلان جوجل مابس ما خلاش حاجه. هي بتتكلم عن الصور. في جزئين، في جزء اللي اوت ماستر بلان زي ما شريف بيقول ده جوجل ايرث، يعني جوجل ايرث وفي ساتلايت ايمج وفي يعني في صور كتيره للتوب فيو ماستر بلان. بس صور من البرج مثلا او صور في حاجات احنا نزلنا صورناها بنفسنا، وفي حاجات صور بتبقى هاي ريزولوشن دي للبوست برودكشن يعني بنشتريها، دي بتبقى معروضه على ويب سايتس عالميه للتصوير، فبتبقى بفلوس وبندخل نشتريها اونلاين عادي. بس موضوع الفوتو مونتاج ان احنا نركب صور بقى الالستريشن التريزي على الصور الريل، وازاي ان انت تظبطي الكاميرا من ال 3 دي ماكس او ايا كان السوفت وير اللي انت هتاخدي منه الكاميرات على الصور اللي انت شارياها. فده لا ليه توتوريال تظبطي البرسبكتيف على بعض والانجلز، فيعني ليها دراسه كده ان هي نركب الفوتو مونتاج الحقيقي اللي احنا شارينه على اللي احنا الالستريشن الثريدي اللي احنا مطلعينه من اي سوفت وير. ده بيزود اصلا رياليتي للموضوع جدا، وبيخلي الزوايا الحقيقيه للمبنى تبان، للمبنى للكوبري لايا كان، بياكد الموضوع الرياليتي بتاعته يعني. بس اوكي يمكن ده تاكيدا برضو
سؤال دكتور شيماء، ان برضو مع فهم البريف ويمكن دي الحاجات اللي اتعلمناها زي ما علي قال للمسابقه، وان انا ابتدي اشوف فعلا ايه السؤال وان انا اعرف ارد عليه بشكل واضح، ان مخرجات يعني لازم على طول اركز ان المخرجات تبقى جودتها كويسه. فيمكن ده برضو فاكتور كي فاكتور في نجاح البروبوزل لطرح مسابقه او كده، جوده المخرج. فدي حاجه برضو ده فاكتور مهم لازم الواحد يفكر فيه. جزاكم الله كل خير، الله يكرمك. في اي حد عنده اي مداخله؟ تمام، جزاكم الله كل خير والف الف مبروك، وان شاء الله جوائز مستمره باذن الله، وان شاء الله تلاقيها حاجات قويه باذن الله. وشكرا باشمهندس شريف، شكرا باشمهندس هدى، شكرا باشمهندس علي، باشمهندس مصطفى، دكتوره ابتسام، الف شكر ليكم، والف شكر لجميع حضور. شكرا لحضرتك، شكرا جدا، شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا، الف شكر لحضرتك.